الحب بات معلنا، ما كل ما أخفته العين محزنا. من قال فؤادي ظالما، كن في غرامها إيمان. خذ من يدي خواتما واجعل رحيقي مسكنا. رفقة وسهر وشموع، شوق وضحك ودموع، بعد وعد رجوع، هيك العمر بيمر. نتلاقى كل شوي بعتم القلب بالفي، تعب الهوى يا خطي وبعده ببير السر. جمعنا بالصدفة وعينينا مختلفة، نسرق بعد نتفي تبكرة نتذكر. ذكرى الأمس من حن تيبوح الهمس، والليل بندهل الشمس بحكي لها أسرار. لما تضيعها العمر والسنين لوعها الهجر، لون الصفا ده بنكسر وفرح الوا محتار. حرر هواك بات معلنا، ما كل ما أخفته العين محزنا. من قال فؤادي ظالما، كن في غرامها إيمان. خذ من يدي خواتما واجعل رحيقي مسكنا. مرحبا يا حب، كيفك؟ شو دعمه؟ لك شو بدي؟ لك الله يهديكم. لك طول بالك يا زلمه. لك اسمعني تقوم. انا عبس غليظ. لك انا قديش شايف عالم غلظه بحياتي، بس مثل المستحسه ما شفت. لهلا ما شفتوا شيء. شلونك؟ يا حب، طب استعجل. شلونك تركهم بدون مشاريع؟ شو الشغل؟ لك شو بدك بهالقصه هلا؟ تعال لنا. وينك؟ اليوم في واحد بده يجي لهون اسمه رامي. شو اسمه؟ رامي. حاطط حلقه بدنه هيك، عرفت شلون؟ حاطط جنزير. لك غليظ بيعطي راحه لشاكيرا. شوف شو بدي منك؟ بدي منك تعطيها الرساله، بس اوعك تقول له انه هي من ذكر، بتقول له هي من انتاي. مش فهمت علي شلون؟ ايه. وينها؟ سيد انت زلمه بتستاهل، هي اكراميه مني. اكراميه مني ها؟ ايه. يلا السلام عليكم. السلام. لك تعال لنا، شو بدك فيها انت؟ عم تشتغل؟ عم تقبض؟ لا بيفتح حريشك لهلا مزعلها المخلوقة. ليك شو ما عم تضحك؟ لا بتحكي لك عمي، اضحكي، الدنيا ما فيها شيء. يلا اضحكي هيك لشوف. ايه. وينك؟ بدي منك تدير بالك عليها، اوعك تسكنها بالاجارات لانه الشهر قفل ابواب. فهمت علي شلون؟ ايوه. ان شاء الله الف مبروك، الله يهنيكم. مبروك عمي. تفضلوا تفضلوا وارتاحوا. ويني؟ انا اسمي محبوب. ها اذا بدكم شيء اعتزتوا شيء فورا حكوني على الملحمة تبعي. فهمتوا؟ ايه. اعطيته اكرامية انا. لا إله إلا الله.
استاذ رامي؟ ايه انا رامي. في صبية اجت تركت لك رسالة. هي رسالة لإلي؟ ايوه. امتى اليوم اجت؟ اليوم. غريبة. ماشي يسلموا حبيبي. حبيبي. وصلت. شو قصتها؟ يعطيكم العافية شباب. أنا دانا، أنا دندن، فتح عينك تاكل مقلب. سامحني حياتي ما قدرت إجي لأنه عم يجعني وشي محجوم بين قوسين بسطرمة. تعيش وتاكل غيرها يا حبيب شاهيناز. شغلوا شباب شغلها. انت لا لا ما دخلوا ما تحطوني هو غبي. تعال اشتاق. انا كم مره قايل لك هي قصص فيسبوك بطلها بعدين هيدا نديش المعلق برقبتك هيدا الكلام. الله يسمونا اصلي انا ها صليت انت وحدك شو دخلك شو دخلك هلا الاشتاق شو انا مو رفيقك ليش ما بتمشي تاخذ محجوب يا غبي شو عرفان انه هو لك روح امشي شو غبي اجدب وغبي محجوب بشرفكم ما بيشبه رامي؟ لا والله مو هيك شيء، بشبهك أكثر والله؟ وبعدين أنت ليش عاملة حالك هيك؟ شو عم بتقلدي الأنت معايا يا بعدي؟ لا ليش عم قلدها؟ يمكن هي شافتني برا ولبست مثلي. إيه أنا هيك عم بقول امشي. ناطرة ناطرة وصار لي عمر عم برسم صور وأعطيها أسامي تأمحي الضجر يا ضجر يا ليل لك شو ليل الدنيا نهار مو ظابطة الغنية وانتي بيطلعي ولا لا اقسم بالله ان ما طلعتي اليوم والله العظيم حامل حالي وماشي بيجي بكرة بس بكرة اذا ما طلع مشكلتي بحبك لك قلنا لك ايش اللي بدش الالماني يعني مثقف الولد مسكينة هالخلود مالة ومو عارفاني شو بدها تساوي طبعا متعودة على طق البراغي وعلى الحكي على رفقاتها شو بدها تعمل؟ تحكي على البرادي؟ قال اللي بيحكي بيحكي على أهله هات لنشوف شو بدها تساوي شكلوس؟ اي والله داخل من الدراسة لسه دراسة 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 تعرف شو رح أعمل؟ أنا عايمة أدرس شو واثق في حاله شو قلبه قوي إن شاء الله بيقبرني هالجمال إيه؟ ما بدك تاكل يا حلو؟ مالي جوعانة شو ما؟ ما بدك تاكلي؟ إيه أمي جاية يلا تقبريني شو بكي بابا؟ ما في شي بابا شلون دراستك؟ ماشي الحال ندرى علي يا حسنة إذا نجحتي لأدبح لك خاروف ووزعه على كل الفقرة وأنا راح أجيب لك أحلى سيارة كشف من اللي بيحبون قلبك انبسطي بزمتك كبري عقلك بابا لك أنتي بنت بتطيري العقل لك شو حابة فيه ما عم بفهم؟ كبري لي عقلك شوي كبري عم قلك بحبه ليكي هنان كلمتين فحصك بعد بكرة ديري بالك على دراستك ألو كيفك طارق؟ شو خلصت؟ يا سيدي خلصت تاريخ وجغرافيا وديانة وصوفيان الإنجليزي إيش إيش إيه والله خليك لنجيب شي نشربه يا
ولك انا بتعرف شو اللي بيستفزني فيك؟ شو؟ انك بلوعه، لك بتاكل بتاكل ما بتشبع، لك ما بتشبع، انت رح تموت سكري ها؟ ليش بدي موت سكري؟ لك كل نهارك لوش 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 شطي مطي. ايه انا على القليل عم باكل شطي مطي، احسن من علاء وقيس اللي نازلين اكل بالكتب. هدول على فكره مو طبيعيين، ليش بيدرسوا له هذا الفحص؟ ما هو كله بلا طعمه. قال يعني على اساس هنن دريسين وعم بيبيضوا وش قدام الاساتذه. لك هدول ضروري يكونوا معنا بالصف، لك يقطع عمرهم شو غلاظ. بتعرف لو علاء وقيس ونادية وشيماء مو معنا بالصف كان صفنا احلى صف بالعالم. وليش بقى؟ شو ليش بقى؟ على القليله بنكون قوبه فاشلين على بعضنا. نسيت فاشل. مين هو؟ الاستاذ طارق صاير عم يدرس ها. لك على سيره الدراسه، بعد كم يوم فحصنا عرفت؟ لا عن جد عم تحكي؟ ايه عن جد عم بحكي لك، انا عم بمزح. والله منيح اللي قلت لي، ما كنت بعرف. ايه وشو مشان حسنا؟ شو 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 هلا جاب سيرة حسنا هلا؟ هلا جاوبني على قد السؤال، حسنا شو؟ اخي معلش نأجل هاي السيرة لبعد الامتحانات، ما عدنا نحكي فيها. هلا يعني أنت ليش عم تسكر كل أبواب بوشها للبنت؟ والله البنت بتحبك. لأنه غلط. إيه غلط. أنا وين وهي وين؟ أنا أختي خياطة وهي أبوها مسؤول كبير بالبلد. أنا بالزور لأدفع قسط المدرسة تبعي وهي بتدفع قسط المدرسة تبعه وكأنه عم تشتري بسكوتة. خلص يا زلمة، حاجة اللي حسنا وما حسنا، حاجة اللي طيب خلص خلص طول بالك بروق. على فكرة هي حاكتني اليوم وقالت لي إنها بتحبك وإني لازم أرجع أسألك، بس ما بعرف هلأ بدك نصيحتي؟ لا تأخذ اللي بتحبه أنت، خود اللي هي بتحبك. باي. هلا شو بدي إلا لحسنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. خلاص رح إلا اللي صار مثل ما صار. والله حسنة بنت ظريفة، بس لا هي من توبي ولا أنا من توبة. أحسن شيء أرجع لدراستي. ألو يا حسنة. أهلين طارق، شو صار معك؟ والله يا حسنة بدي أطلب منك طلب، يعني علاء لا إليك ولا أنت إله. أنا برأيي التهي بدراستك أحسن. يعني ما وافق؟ لا والله ما وافق. هلأ صفاء، أنا بحبك. شو وينه شادي؟ لك شو بيعرفني مان؟ I don't know. صارت ساعة تنتين يا زلمة، معقول يكون نايم؟ لك معقولة أنت؟ أنا عم تسألني عن هذا الفيروس؟ شو بيعرفني؟ خلصني، شو المشاريع اليوم؟ شو المشاريع اليوم؟ كفو بلياردو؟ لا ما بدي، ما القلب من البلياردو. في شي مشروع تاني؟ لعيونك خيو، منروح أنا وياك هلا على الكافينات وبعمل لك أحلى أكاونت فيسبوك. ما بدي، وبتنزل قاد بهالظروف، في واحدة اسمها لولو الأمونة. ما بدي هلا خلصني. غسان وين غاطيت؟ لك شو بيعرفني؟ معقول يكون عم بيدرس يعني؟ لا يا سيدي، غسان ما عم يدرس. أنا عرفت لك غسان وين. وين؟ شرف لله. شرف أكيد.
حبيبي كيفك؟ طيب ماشي، شوفك اليوم البسرة. باي باي. لك انتي ما حطيتي هالحركة؟ ليكو ابو اللول؟ ما قلت لك رح نلاقيه هون؟ حلال عليك والله، صحيح انت شو عرفه؟ شو عم يساوي؟ رجلي يا زلمه، هدي شوي غسان عم اخلصها. راحت وين؟ راحت راحت نزل ايدك. راحت خلص غسان، عم نمزح معك، نعمل شو غليظ. لك وين بوكيمون فيروس؟ انا بورجيك يا غسان. عم اخلص لحظه. خلصت بقى لو امشي بقى، هدي شوي. ليه عم تبكي؟ شو بك غسان؟ ما بتعرف ليه عم ببكي يعني؟ لك شو بك ليه عم تبكي؟ لأنه عم ببكي لأنه حضرتك وحضرته جيت وتساءلت علي وروحت علي أحلى لحظة بحياتي. لك شو عم تحكي غسان؟ أنو لحظة هي؟ أني لحظة؟ راحت عليه مسكين غسان، طلعت البنت وما شافها منيح، كله من وراء غلاظة رفقاته لؤي ورامي. لك شو كان صار لو تأخرت وش ربع ساعة؟ العمى. وهي أحلى فنجان نسكافيه لحبيبتي حسنة. ما شبكي حسنة؟ شبك إلك فترة مو على بعضك. خلصنا بقى، خلصنا بقى، كل شوي شبك 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 شبك. تركوني بحالي، ما في شي. لك ابقص إيدي إذا هالبنت مو عشقاني. عاش تبكي أنت أولاد، لأن هذا اللي عملتوه ماله جنس الطعم. والله العظيم والله العظيم ما تقطع. إذا كنت تدري فتلك مصيبة، إذا كنت لا تدري فالمصيبة أعظم. الله عليك يا أبو الغوص، والله ما شاء الله عليك، هالبنوتة عملتك شاعر ما حبيبي. سيد إيدك عم بتمسخر هلا. يا عم بتمسخر ها. طيب أبو الغوص، اللي بفوتك على المدرسة بيورجيك إياها للبنت، شو بتعطيه؟ عجبني. يعني كيف فينا نفوت؟ ما هي مدرسة بنات ونحن شباب. لا يا أبو الغوص، شو بدك بهالقصة؟ مين انا؟ ابو اللول. اترك علي. شو؟ طيب ورجيني الضحكه لشوف. لك يلا غسان وضحك شباب. امشي يلا. لك لؤي هذا مانو محجوب، شبك يا زلمه؟ اسمع منه، هذا معلم. يلا بسرعه عيط لسنان. لك صفاء. لك صفاء. صفاء. لك سناء. صفاء خلصنا يلا. لا تصيح ودقيقه، خلص حدا يسمع. يلا لؤي صفاء. شو يا شباب هدوا شوي. تفضل صفاء. نزلي عاوزك ضروري بسرعه. حاول. نزل ايدك، نزل ايدك يا زلمه. ايش هالطومه يا شباب؟ عراسي يا بلول. لا بيقولوا لا بالحروف ما؟ ايه بتعرف لو مصاحبه ما بيعطينا طقم جرافي ما بيعطينا. والله كتر خيرهم. اه مين هذا؟ شرفوا بالطرق طارق هذا. مرحبا يا شباب. اهلين طارق، كيفكم؟ هلا حبيب. شو ليش هيك عاملين بحالكم؟ عندنا مناسبه، مناسبه حفله. حفله ايه؟ حلو جاكيتك ابو الحروف حبيبي، هلا ايامك. وانت انت شباب شو ليش متلبك؟ ما انا ما متلبك متكركب مبين عليه. شوف لك مو انا رامي رامي متكركب. لا لا مش على الحفله يعني. خلص بقى طارق منا وفينا، خلينا نقول له. لا يا شباب لك مو عيب عليكم، خير شو في؟ خلص خيو انت مشي السياره وخلينا ننطر صفاء وبعدين بنقول لك. يلا قل له يروح. ماما. نعم. معلي روح عند منى؟ لا مو معلش. امي الله يخليكي خليني روح. ما في روحه. امي بدي روح ادرس. امي ليش ما بتدرسي بالبيت؟ امي حاولت ادرس بس لاني هذا الدرس كنت غايبه عنه، هي حتشرح لي. يا الله يخليكي. طيب روحي بس لا تتاخري، معك ساعه ونص، اكثر من ساعه ونص يا ويليك. لا خلص وحياه الله ما حتاخر. شكرا امي.
خلص ابو الفرس روح انت تيسر، انا بحاكيك بس خلص. يا رب. دير بالك على حالك. وصيل. والله ما في منه. خير شباب شو في؟ صفاء بدنا اياك بخدمه، شو جاهزه؟ ايه لعيونك، بس ما معي غير ساعه ونصها. طيب يلا معناتها بسرعه. شو في؟ طيب فهمني. لا خلص امشي على الطريق افهمك، امشي. حكمات حقيقة الحكيمة إن شاء الله. إيه شو شايفني ولد صغير؟ كنت عم بلعب أنا وياك بالحارة ولا؟ احترنا معك، شو بدنا نقلك؟ من قلك تيتي بتقولي أنا ماني كبيرة، من قلك حكمت بتقولي أنا ماني قدكم، شو بدي قلك؟ يقولوا والك، المهم خلصني. شو بدك؟ شادي نايم؟ أنا ما بدي شادي، جاي أحكي معك لإلك موضوع هيك بيننا راس لراس. تضرب بهالراس. بدي افهم امك على شو متوحمه. انت اكبر قدر متوحمه يا حمار. انا الحمار سمعت من شادي واجيت لعندك. عزمينا لجوا. اتفضل انقلع. مقبوله منك. لعد جدي. شو شباب خير؟ لوين لوين رايحين؟ لك شو خير؟ ما عرفتها للأنسة؟ لا 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 والله ما عرفتها. العمى هي حسنة عبد الرحمن بنته للمسؤول الكبير حمدي عبد الرحمن. يا ميت أهلا وسهلا. والله أنا آسف كتير، والله ما تبخزينا، والله ما بعرفك بيش هليك. شرفوا فوتوا، تفضلوا تفضلوا. باي 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 باي. ماما هي امي اديتني هون. حبيبي شو رايك اخطب لك بنت ابو احمد دك الباب؟ بنت ابو احمد دك الباب؟ امي دك الباب؟ امي بطلت اتجوز، بدي اترهبن. بيكون احسن لك. انا هذا اللي بدي اياه. ها وهي رفعنا صوت. شو عجبك هذا الصوت؟ غسان؟ غسان شو؟ لا لا مو لا لا ابو الحروف بدي اشوف غيره. بنشوف الصف اللي بعده بالله. ايه بنشوف. ايه افضل افضل. تفضلوا. انت ليش مو لابس طقم لك طارق؟ انا الشوفير. لحظة ايه هذا الصف؟ لا 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 كمان مو هاد، ما حبيته. شباب نطلع الطابق الثاني. نطلع الطابق. نطلع يعني نطلع. شباب لا تفضحونا ها، وزنوا. هلا كل هالطوابق اللي عم نفتلها مشانك استاذ غسان. هلا دبوا الله يوفقكم. انا خايف بالضبط ما اخلص. بس عن جد خليت بين معك غسان. ايه خلاص يا شباب. غسان لا كمان لحظه شوي طارق. لا لا مو بس خلصنا يا زلمه. شو صافين؟ فرجيني غير صف اذا سمحتي. صفاء والله مو احلى منك براس. ايه بدي احلى مني من زي يا غسان. صفاء مو على اساس اسمك حسنة عبد الرحمن؟ ايه هي 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 اسمها حسنة بس بدلوها صفاء. الله لا يوفقكم. شو عبد الزبوع علي؟ يا ابو خلدون جيب السلطة. والله هربوا، ما لحقنا نجيب الشرطة. ايه المرة الجاية. بيني وبين شادي ولا انا اللي مربيته؟ بدك تفوت واسطة بيني وبينه؟ مشان الله روي روي.
لك انتو اثنين مالكم، انت مالك بربو له، انت مجنون بدك تصير انت. شو انت؟ شو بدي روّر له؟ لك انت وياه مجانين بدكم تصير بالواسطة بالفول. انت مين قالك تحكي هيك مع ستي؟ شفت؟ انا لا انتو تضربوا على طول. تعال هون لك مجنون، تعال هون فوت لشو انت شو فوت؟ يا زلمة فوت فوت روّتي حكو. شو؟ يخرب بيتك لسه فيك شو يخرب بيتك شو فاقع بس خليني اطلع اشوفك فوت اشوفك حكيني ان شاء الله الله يسعد مساك يا حبيبي شو انا سعدنا الله يرحمه الله يخليك امرني شي صح فوت هيك عليك يكرم عينا فهميني بقى كم سنة بدك تعدي شو عرفيتي استخارة خلصينا انزلي يخرب بيتك قومي قومي هلا لا تعملي حالك بنتي قومي لك العمى بعيونك شو مانك طاسس انت مانك طاسس واخيرا يزن عشق ولقى البنت اللي عبت له راسه بس في مصيبة انه يزن لا بيعرف يحب ولا بيعرف يعشق دجني دجدك العافية المهم انه اطمن على شيرين ولحقها وعرف وين بيتها ودبقها هديك الدبقة مثل القطربة اللي بتعلق بالتياب خلص راحت عليها المخلوقة بابا الله وكيلك هذا الحب اللي عم تحكي عنه ما عاد موجود بابا انا مو هيك قلت انا يلي قلته انه الحياة عم تتغير وبالتالي نحن لازم نتغير معه بابا شبك صار لك كم يوم مارك على بعضك وبالعادة لما كنت افتح معك الموضوع كنت تتكركب وتهرب مني بس هلأ ملاحظ انك انت اللي عم تفتحه معي ما في شي مهم ابو حسان ما في شي مهم يا كوينتا يا كوينتا نعم كما شاء ها شلونك بابا شلون دراستك اكيد مبسوط ما هيك على اساس كثير سايل على دراستي بابا بابا الساعه 4 الصبح كل يوم سهر يعني ان شاء الله برافو صد غسان بدك تعلمني شو اعمل وشو ما اعمل وزوي كتير طالع لاخوالك ترباية امك يلعن امك اسمعوا لك ربيتك لحتى صرت قد الكديش بيعلى صوتك علي مليون شاب بهالبلد بيحب يعيش عيشتك ومو عاجبتك لا انت بدك تبرك فور ابتي نقلها من خلتي ورولا عند امك يا اخي هلا انت بتقلي روح عند امي أمي صار لها 10 سنين مسالة عني يعني والله ما عاد تعيش يا بابا يا أخي روح لعندها روح على هفة على جهنم الحمراء لعنك ولعن أمك معك يا سيدي بدي لعب بلاي ستيشن بتعلي الصوت بده يفيق وما رح ينام ورح بلش لك من عند وعد بتيفور الجزء الثاني وعد بالفور تشرين الثاني ايه هو كان عم يحكي عن تحالف الصهيوني البريطاني تلقت مصالح الحركة الصهيونية خلال الحرب العالمية الأولى مع مصالح انجلترا هلا المصالح انجلترا الاستعمارية ايه وقت اجى محمد علي كلاي وجمع مجموعة من الشباب الأقوياء أيوة. بدأ بتدريبهم لأحداث الثورة الفرنسية التي كانت تقوم على المنهجية الاستعمارية وأن يكون هناك مدن جامعية أيوة. حتى يكون هناك وين مشكلة؟ لك أنا مخنوق هو دارسه يعني مين؟
لك قل لي قل لي شو شلونك بالتاريخ؟ لا انا شاطر بالحساب. معتبركي من قلن يبدلونا من التاريخ للحساب بس منه شاطر فيه. ايه تعال لك انت عليك حساب. رحني يا زلمه محجوب يمتني نايم محجوب. تعال لك لا تشكر. شو وين راما؟ راما راما خلص تركت المدرسه حبيبتي. راما ليش خطبت يا بعدي؟ وانا عن قريب رح انخطب لانه الممثل عمار سواني رح يجي يطلبني من اهلي وعن قريب كثير. عمار سواني ما غيره كذابه. تعي لارجيك المسجات منه يقبل قلبي. تعي تعي شوفي. يوه ولا عمار سواني يبعث لي غير هذا المسج؟ معليش ترتاحي يا خانو وتتفضلي قدامي. شباب صبايا شباب يا شباب يا شباب صبايا 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 شباب صبايا. ايه مشان تروح على الدكتوره تكشف على الحمل. ايه بعت معها مصاري بابا بعت على راسي. بابا على راسي تكرمي. ان شاء الله بتقومي بالسلامه. مع السلامه بابا تغري. مع السلامه. الله يرضى عليها بنتي مجبور فيها. بس شو بدي اعمل ببلاوي فوزها؟ تحلف يمين انه نحن اللي لازم ندفع. وبينبلع عبد العظيم الطاروت. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. شو شباب؟ صبايا كانوا في نقص اليوم؟ اي والله يا انسه في نقص، نقص ترويه. وانا رام اللي مده ماني عم شوفه. انسه راما بطلت. وليش بطلت؟ شو هالجنان بقى؟ انسه مخبت عقبالك. اي الله ييسر لها يا رب. ماشي حسنا وينه؟ ما بعرف انسى ابصر ليش تاخرت. ماشي اوكي رح بلش توزيع ورق المذاكره. اكيد جاهزين مو؟ حسنا وين كنتي؟ تحت انسى. فوتي. اخيرا شعلت. الله ييسر لك امورك يا رانا. الله والنبي معك. يا من زمان كنت خطبي. وهلا شو العمل؟ امي ما رح تجوزني. ما بدها يعني اتجوز وخلصت يعني. ما بدها اني اتجوز. لازم احط عقلي براسي ودبر حالي. جوز حالي بحالي. لك آخ الحمد لله شعلت. الله معك يا رام. الله يوجهك الخير. الله معك. الله معك. أنسي يعني أنا شو ممكن أعمل لخفف عن حالي شوي؟ كتير مرعوب من الفحص. واضح كتير أنك مرعوب. ورقتك لهلأ فاضية. ليش يا زلمة؟ ما بفهم حل شيء. ما معرف. طب يا مبكر كتير. بدك مساعدة. أنسي
بس كنت عم بسألك على السياق الفلاحي اللي هو الحكي بس المادة التاريخ بأكثر ما أنسي في ناس عم تتنقل هون قلك مين هن؟ مين؟ رؤية عم تتنقل أولا؟ كذابة أنسي كذابة لا لا بريك أنسي طولي بالك لا أنسي لا أنسي يلا أنسي بس زي بس زي أنا بدي أتنقل أنسي بحنا أنسي يلا بس زي بس خليني بس كلمة بلا العظيم لا برا لؤي أنسي أنا ما بتنقل هي اسأليه ولا الشباب لؤي تبري أنسي آخر مرة لا كيف ما عليك بس أنا ما بطلع بس عن كبرتك انت وياه امريكا انسي شو حكي انه يلا امريكا امريكا خلاص بقى يلا عن كبرتك انت وياه بتمنى انك تاخذي وقتك وانت عم تصلحي الورقه لك شو هي ورقه فاضيه اي بعرف شلون فاضيه انسي بدك ليكي حاطط لك ورده عليها بتمناها انك تقبليها مني وانا قبلتها شكرا تعال خذ هي ما بتلزمني والله انا ما بتلزمني بس مريحتك يلا روح اطلع لك بار انسي صح كمان السياق اللي في لبنان مش اسف اسف تفضل هي الورقه ماشي باي باي موفى كمان في نشر الوثائق بين السكان خلصتي كده؟ برافو بس اسألك كمان انه عم نشر التسائل خلصوا؟ بس ايه بس كنت عم تأكد منه برافو عليك عزي انا بعد هذا الفحص تأكدت تماما انه انا ماني فهمان شي من المنهاج لا يا بحاجة دروس خصوصي عن جد؟ ايه انت فينا مباشر؟ مباشر ما بنقدر ليه؟ لانه انا ما بعطي دروس خصوصي اصلا ايوه فكان خطيتي بارك اوكي باي خلصتي؟ برافو عليك يلا منفع حبيبتي بارا حبلول؟ شبلول؟ شو بك؟ ليش متضايق؟ ما في شيء خير شو بك يا زلمة؟ خلود خلصت؟ ما بعتقد لا لسه ما بعتقد مشكلة كيف كان لازم جاوب عليه؟ كان لازم تكتب عبد الرحمن الكواكبي وبطرس البستان يا الله هدول ما كتبتون يعني راحت علي علامة السؤال؟ ايه راحت ايه يلا مو مشكلة لا مشكلة انا بالنسبة لي مشكلة تفضلي يا سيدي خلصت على الوقت برافو عليك تعطى في شي منقصه هون صح؟ والله مو مشكلة يا سيدي ما بعرف مو مشكلة ولكن إن شاء الله بيسلموني هالشعرات إيه؟ شو فايفة؟ شو صار معك؟ الحمد لله السلام عليك يا سيدي برافو مرحبا عن جد المحفظة مرحبا عزيزي خلاص بس ترمى شو شو؟ يا رب الله في شو؟ ظروفي صعبة يا سيدي تعال هون قول شو بقى شو في؟ خلص فحصي جاي تعال هون وش حسك ايه تعال نفسي شو
شو صفا ما بدك تسلمي ورقتك؟ انسان برا وكاتبه كثير منيح بس شو؟ انسان من وين جايبه حمرتك؟ لكي صفا اذا بتوعديني انك تقدمي هاي الماده كثير منيح بوعدك جيب لك قلم مثله. عن جد انسى؟ ايه عن جد انسى العلامه التامه. شكرا الله يا رب. شكرا. باي حبيبتي الله معك. طارق شو هذا؟ محمد على قتلي هلا بس تنزل. طارق قد ايه بده الفحص ليخلص؟ ما بعرف هلا هذا وقته. هذا وقته لوي هذا وقته. لك ايه هو اللي ماشي؟ تعالي ناخذه. بعيد عني هون. اترك شعراتي. ما بتلعبي معي بنوب، بتعرفي ليش؟ لانك مانك قد فهمانه ولا ولا لا؟ اترك شعراتي، اصلا انا شو دخلني انت اللي ما كنت حافظ؟ انا اللي ما كنت حافظ؟ ايه انت. بتعرفي شو كنت ناوي اعمل بس لشوفك؟ كنت ناوي ابزق بوشك، بس غيرت رايي. لا 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 شو عم تحكي؟ ولا شو عم تعمل؟ شو ما حدا يتدخل؟ لحدا يتدخل. حرر هواك فالحب بات معلنا. ما كل ما أخفته العين محزنا. من قال فؤادي ظالما كن في غرامها إيمان. خذ من يدي خواتما واجعل رحيقي مسكنا. رفقة وسهر وشموع شوق وضحك ودموع بعد وعد بنجوع هيك العمر بيمر. نتلاقى كل شوي بعتم القلب بالفي تعب الهوى يخطي وبعده ببير السر. جمعنا بالصدفة وعينينا مختلفة نسرق بعد ندفي تبكرة نتذكر ايام عشنا كتبناها كل كلمة لناها ما عاد مختير. رفقة وسهر وشموع سكر الأمس من حن تيبوح الهمس والليل بندهل الشمس بيحكي لها أسرار. لما تضيعها العمر والسنين لوعها الهجر لون الصفا ده بنكسر وفرح حلوة محتار. رفقة وسهر وشموع